فالحريق اللي حصل، الحريق الهائل اللي حصل في حارة اليهود في الموسكي، واللي حصل في بيت مكون من 3 أدوار، الحريق حصل في مجموعة من محلات ملابس وأدوات بلاستيكية وكهربية. حريق كان ضخم جدا، قوات الأمن ورجال الحماية المدنية أخلوا البيوت المجاورة علشان كانوا خايفين أن نيران تصل إليها. رجال الحماية المدنية أيضا نجحوا في السيطرة على الحريق قبل ما ينتقل إلى البيوت المجاورة. النهاردة دكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة تفقد البيت اللي حصلت فيه الحريقة دي، وقال أنه المبنى تجاري بالكامل ويستخدم كمحال ومعارض ومخازن للعب الأطفال والملابس والإكسسوارات، وأنه يتم حصر الأضرار بالكامل مع تشكيل لجنة فنية هندسية لمراجعة العقار والعقارات المجاورة لتحديد مدى تأثرها من الحادث، بعد طبعا ما تخلص النيابة العامة معاينتها وكمان المعمل الجنائي اللي بيحدد أسباب الحريق. المحافظ كمان طالب بإزالة كافة الإشغالات وإعادة حركة المرور، وتم استدعاء اللوادر والسيارات لإزالة كافة التعديات والمخالفات اللي قام بها الباعة من أكشاك خشبية واستندات حديدية.